حابب اقابل حضرتك عشان نتكلم على زرعه الليف. اهلا وسهلا يا فندم. قول لي بقى، بتجيب فلوس ولا ما بتجيبش؟ بتجيب فلوس. ونزرعها ازاي؟ هو الليف بيزرع محصول صيفي، ينزرع من شهر مارس وابريل ويبدا يطلع لي انتاج لوف من نص 7 لحد نهايه شهر 11. تمام. ينجمع ويتفنط بحيث ان اللوفه اللي هي خامتها، اللوفه الواسعه اللي خامتها كويسه هي دي اللي بتيجي المصنع. اما اللوف في لوفه بتبقى ضعيفه وصغيره، دي بتروح السوق المحلي تنباع بالكوس. متوسط الفدان كم لوفه؟ من 4 ل 6000 لوفه. من 4000 ل 6000 لوفه. بيخرج الواحد على كام؟ يعني هو الفدان حاليا ماشي من 10 ل 12 جنيه في بعضه. يعني الفلاح بيبيعها ب 10 12 جنيه؟ اه قول 10 جنيه، يعني احنا بنتكلم في حوالي 50000 جنيه الفدان متوسط. متوسط؟ ايوه. احسن درجه ملوحه في الميه قد ايه؟ 1500.